للسان الطير نحتاج إلى 4 كوب من الدقيق، نحتاج إلى 1 كوب من ماء الزهر، 2 ملعقة كبيرة من الزيت، بيضة، ملعقة صغيرة من القرفة، ربع ملعقة صغيرة من اليانسون، كوب انشاء للفرد وزيت للقلي، ونحتاج إلى حوالي 2 كوب من عسل العقدة و4 ملاعق كبيرة من السمسم. هنستمر في العجن، لازم نعجنها على الطاولة وبإيدي يفضل، لأن كيف طريقة العجن بتاعها بشكل هو. طيب هنا بعد ما شكلنا الأقراص هي، هنجيب الصحن هو ونستفهم بالشكل هو ونغطوهم ونخلوهم حوالي زي ما اتفقنا مشاهدين الكرام حوالي نصف ساعة. هناخذ هالنشاه ونحطها بشكل هو على القرص عندي هنا، وحنفردها على شكل دائرة. تو خلينا نحط اللسان الطير عندي بالشكل هو، نار تكون قوية في الأول. تو حناخد لسان الطير هما وحنحطهم في العسل بهذا الشكل، يكون عكس بعض، واحد سخون وواحد بارد. حناخد توا حبات لسان الطير ونحطهم في طبق بهذا الشكل. هنجيب جلجلان للزينة حوالي يعني شوية مش هلبة متاع زوز كوشيك كبار من الجلجلان. وهيك عندي حلوة المغربية او الحلو المغربي جاهز.